سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا، وهنا أريد أن أدخل في أمر دين اجتماعي، فلسفة الزواج مع الاجتماع، ولو يعني درسنا المسألة اجتماعية نتركها لأصحابها. المرأة ليست سلعة بين هذا الرجل وذاك، فهذا طلقها طلاقا ثلاثا بائنا بينة كبرى، ثم يعطيها لغيره لمجرد أن يحلها له ويطلع عليها فيحلها له وترجع إليه. هذه المرأة هي سلعة بهذه الطريقة؟ إنما عندما يتزوجها زواجا صحيحا للاستمرار وليس للتحليل، هذا فيه كرامة للمرأة. المعنى الثاني أننا لو سهلنا هذه الأمور مخالفة لجماهير العلماء، هذا يدعو الأزواج لأنهم يتساهلون في التطليق. وهذا كل اللي حضرتك بتكلم عنه ده موضوع اتفق عليه الجميع، محل نعم. اتفاق. نعم، وهذا المسألة الأخرى اللي احنا الفلسفة، وهذا يدعو الأزواج إلى أنهم يتساهلون في التطليق، حتى التطليق الثالث البائن بين كبرى، يقول آتي بأحد يحلها بعد ذلك ثم بعد ذلك أتزوجها. عندنا مسألة النخوة، نحن نحتاج إلى القيم، ونحتاج إلى الزوج الذي يكون عنده نخوة لزوجته بألا يطلقها أولا ويحافظ عليها من أجل الميثاق الغليظ، ولأنها زوجته، وأيضا لأنه لا يستطيع أن يقول يا فلان تعالى لتحل لي زوجتي بهذه الطريقة. ليه؟ ما احنا لابد أن ننظر إلى النصوص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الألفاظ هكذا هباء، وإنما تشريع، لعن الله المحلل والمحلل له. ما معنى اللعن؟ وعندما قال المحلل هو التيس المستعار، هذا اللفظ صعب قوي، لا يتحمله الإنسان، كأننا نستعيرك لتفعل شيئا كما يفعلون معذرة. والاثنين ملعونين، المحلل والمحلل له. وانظر لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة، هذه الجانب الرقيق، ليقول لنا ارفقوا بهذه الزوجة. والعقد الأخير بعد المحلل عقد باطل. هو الدكتور مبروك قال الكلام ده امبارح، بس حضرتك جهة الإفتاء وبسألك علشان الناس برضو تعرف وتسمع حضرتك مرة تانية. العقد باطل، والذي يريد أن يحلل بهذه الطريقة طريقته باطلة، ولا يجوز له شرعا أن يفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني حتى نؤدي غاية الزواج ليس فقط الحالة الجسدية ولكن حالة الاستمرار، وإلا يشبه زواج المتعة فيكون أشد منه أيضا ومن زواج المتعة. ومن ذلك فهذا الزواج بهذه الطريقة هو زواج غير صحيح. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم فضيلة الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أستاذ محمد الملاح. أديك سمعته سواء على مستوى البيان الرسمي اللي احنا قريناه وقلناه واللي خرج النهاردة الصبح من دار الإفتاء، وإحنا بنشكر دار الإفتاء في الحقيقة إنها ده نوع من التفاعل المباشر. احنا قلنا امبارح والدكتور مبروك عطية قال امبارح في الحلقة، احنا ما احناش جهة افتاء. الدكتور مبروك عطية هو عالم كبير وفقيه كبير وقال رأيه، لكن الأستاذ محمد ملاح مسك في دار الافتاء وقال لو قالت انا افهم واسكت واقتنع. الأستاذ محمد ملاح ادي دار الافتاء قالت.